حاليا إنجاز أزيد من 7000 وحدة سكنية بمختلف الصيغ بالوادي، منها 1000 وحدة بصيغة البيع بالإيجار عرفت تأخرا ملحوظا في الإنجاز منذ انطلاقها سنة 16 و2000. وقف على وتيرة إنجازها وزير السكن والعمران والمدينة كمال بلجود. المشروع انطلق منذ 2016 وقت المدن فاتح النسر. شوف، لو كان نحسب الخدامين واش كاين، بالك ما نصيب، بالك ما نصيب 10 من الناس ولا 15، ونوليو نحسبوهم من الفوق. من الفوق جو ميتر كالك هنا في الواد يولي يتبع الشونتي هذا، او كان ريجيونال ربما ما يمدش معلومات، دقيقه. وأكد الوزير على ضرورة احترام آجال الإنجاز وتسريع وتيرة الأشغال، وتلقى شروحات خلال الزيارة حول البرامج السكنية الأخرى، كما وضع حجر الأساس لإنجاز مشاريع جديدة وخصص حصص إضافية لنمط التربوي المدعم. سوف نرد إيجابيا على طلب السيد ولي ولاية الواد بإضافة له 1000 وحدة سكنية بالنسبة لصيغة الألبية ابتداء من الأسبوع إن شاء الله الجاي، كما نضيف الولاية برنامج استعجالي ب 500 وحدة إعانة ريفية، وكما قلت وإذا تم توزيعها في القريب الآجل سوف إن شاء الله نزيد نضيف إعانات أخرى. وفي آخر الزيارة اجتمع الوزير بإطارات قطاع السكن والتعمير بالولاية، وشرح بإسهاب قرارات الحكومة الرامية إلى التكفل بمشاريع السكن.